السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية والله صلي على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. في المقطع هذا هشرح لكم تحديات السكن المخفي أو السري اللي هو المتسلل. عندنا هنا تحديين، يقول لك أكمل مهام المتسلل عدد 3، إذا أكملت 3 مهمات تاخذ السكن، وإذا أكملت 7 مهمات تاخذ الرقصة. فهمت كيف؟ طيب خلينا نبدأ في التحديات. في التحدي الأول يقول لك يتكون من مرحلتين. المرحلة الأولى يقول لك عد المركبة ثم قدها مسافة 500 متر في مواجهة واحدة. التعديل تقدر تعدلها بالإطار أو إنك تعدلها بالكاسح، أنت حر. المطلوب منك إنك تعدل السيارة وتقودها لمسافة 500 متر في مواجهة واحدة، يعني حاول إنك تسويها في جيم واحد. شوف كده خلصنا التحدي. ضروري إنك تسوي المرحلتين في جيم واحد. كده أخذنا الرمز التعبيري الجديد. طب في التحدي الثاني يقول لك فتش الصناديق قبل تلقي أي ضرر في مواجهة واحدة، عدد 7. المطلوب منك إنك تفتح 7 صناديق أسلحة بدون ما تلاقي أي ضرر من أي عدو، يعني لو واحد دمجك دمجة واحدة هينعاد التحدي معاك من جديد. فهمتوا كيف؟ طيب أنا فتحت 6، باقي واحد، هذا السابع والأخير. كده خلصنا التحدي الثاني وأخذنا طائرة شراعية جديدة. طب في التحدي الثالث يقول لك استخدم بخاخا عند ديجي بوغل. ديجي بوغل معروف اللي هي مدينة سبايدر مان. كل اللي عليك انك تستخدم ثواني بخاخ. شوف كده يسوي معاكم التحدي على طول. خلصنا التحدي الثالث واخذنا البخاخ الجديد واخذنا الاسكين كمان. شوفوا اكملنا 3 مهمات واخذنا الاسكين الزي الجديد. طب في التحدي الرابع يقول لك اجمع انواع اسلحه مختلفه ذات ندره ملحميه او افضل في مواجهه واحده، عدد 3. الملحمي هو البنفسجي، ولا الندره الاعلى اللي هي الذهبي. المطلوب منك انك تاخذ 3 اشكال مختلفه في مواجهه واحده، اذا انت ما لقيتها ممكن تطورها عادي، تمام؟ بس اهم شيء انك تاخذ 3 اشكال مختلفه، يعني عندك هذا بندقيه هجوميه وهذا بندقيه هجوميه، ما يصير زي كده. يعني خد لك شوتجن بندقيه هجوميه، خد لك متفجر زي ده، فيظبط معاك التحدي. فهمتوا كيف؟ طيب هذا عندنا انا اخذت 2، باقي 1 اللي هو هذا. شو كده سوى التحدي، لازم تسويها في جيم واحد. وكده اخذنا ايقونه الرايه. طب في التحدي الخامس يقول لك اضرب خصوما بالراس باستخدام سلاح حراري، عدد 3. السلاح الحراري هو هذا. المطلوب انك تضرب الاعداء 3 طلقات في راسهم، هيسووا معاكم التحدي على طول. تقدروا تسووه على الحراس عادي يسووا معاكم. شوف هذه واحدة، باقي واحدة، خلاص. شوف كده خلصنا التحدي واخذنا اللون المجاني، الغلاف الجديد. طب في التحدي السادس يقول لك الحق الضرر بالخصوم اثناء الجلوس او الانزلاق، عدد 500. يعني كل اللي عليك انك تطلق على الاعداء وانت جالس زي كده، او انك وانت بتتزحلق اللي يعجبك. وتقدر تسويها في كذا جيم، مو ضروري في جيم واحد. شوف كده خلصنا التحدي. وكده اخذنا الاكس اللي هي اداة حصاد جديدة. طب في التحدي السابع والاخير يقول لك اجمع السبائك، عدد 300. السبائك هي معروفه اللي هي الذهب. كل اللي عليك انك تجمع 300 من الذهب، هيسوى معاك التحدي على طول. تقدر تحصلوه في الاسره في الصناديق. كده اخذنا غلقنا جميع التحديات واخذنا شاشه التحميل وكملنا 7 تحديات، وهناخد في الاخير الرقصه اللي هي رقصه مدمجه جديده. طيب كده خلصنا جميع التحديات، السكن السري او المخفي اللي هو المتسلل، وفتحنا جميع المكافآت. عندنا هنا المظلة الشراعية، بعد كده عندنا الايموجي، وعندنا السكن هذا هو. كده وصلنا لنهاية مقطعنا. اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وان شاء الله نتقابل مقطع اخر. وفي امان الله.